السلام عليكم ورحمة الله. بهالفيديو رح ناخد الاش الله منه ان شاء الله. جبت لكم تقريبا حوالي 100 كلمة المشهورات اللي بدي مر معاكم، اكيد يعني كل هذه المعظم بدي مر معاكم بالتمارين. ايش النمله؟ الدرس الماضي اخذنا زط النمله، زط النمله قلنا الكلمتين اللي بعكس بعضهم، بيوك كوتشيك وزون قصة مثلا، كلمتين بعكس بعضهم بالمعنى. هلا بدنا ناخذ الشيء اللي نحن بنقوله بالعربي المترادفات. مترادفات يعني مثلا حائط جدار مثلا بالعربي عم بحكي عنها، يعني حيط بنقوله حيط بنقوله جدار، مثلا حديقة بستان بيت منزل، بغض النظر عن المعنى الحقيقي لأن أكيد في فرق، إنما بشكل عام بيقولوا عن البيت بيت وبيقولوا عن البيت منزل مثلا، فمنقول لهم هذا مترادفات. كمان باللغة التركية عندنا هي المترادفات، يعني منقول لها إيش أنلمنو، يعني كلمتين إلو نفس المعنى، كلمتين إلو نفس المعنى. مثل ما أنا شايفين هلأ هون قدامنا عندنا أول كلمة كرمز، كرمز كرمز اللون الأحمر، خلينا نعرض الخط شوي. إذن كرمز اللون الأحمر، آل آل كمان لون الأحمر، آل سانجاك بالمارش بالاستقلال مارشي، شو موجود أول سطر ثاني سطر، موجود آل سانجاك، آل سانجاك يعني الراية الحمراء. إذن آل بتجي بمعنى خذ، وبتجي بمعنى اشتري، وبتجي بمعنى أحمر، اللون الأحمر حسب موقع من الجملة بتعرف الترجمة. إذا كرمز وآل، إذا سألنا شو الإش النمله تبع كرمز منقول له آل، تمام. الكلمة الثانية هي بياز، بياز كمان خلينا نعرض الخط. ليش ما عم يعرض الخط؟ الكلمة الثانية هي بياز، بياز بياز الأبيض، أك كمان أبيض، أك كمان أبيض. الكلمة الثالثة سياه كرا، اثنيناتهم بمعنى الأسود، اللون الأسود سياه وكرا. الكلمة اللي بعدها كونوك، كونوك بمعنى الضيف، بمعنى الضيف. مسافر هون إي إي، بس الإي بس تجي ورا الإف بالخط هذا اللي أنا كاتب فيه ما بتبين النقطة تبع الإي، مو أو إي. مسافر، مسافر ضيف، وكونوك ضيف. فمنقول كلمة كونوك وكلمة مسافر هي إيش أنلمنو، يعني إذا سألني شو الإيش أنلمنو تبع كونوك بقول مسافر، شو الإيش أنلمنو تبع مسافر بقول كونوك. هاسريت وأزلم اثنيناتهم بمعنى الشوق الاشتياق، هاسريت أزلم. معظم الإيش أنلمنو واحدة منهم بيكون أصلها عربي، معظمهم عم أقول مو كلهم. هدية، هدية الهدية، أرماغان، أرماغان حتى نحن بالعربي منقول أرماغان. إذا اثنيناتهم بمعنى الهدية. هالك، هالك وأهالي، هالك أهالي، هالك وأهالي بمعنى الشعب، بمعنى الشعب الناس الشعب يعني. غريف وظيفة، اثنيناتهم بمعنى وظيفة، اثنيناتهم بمعنى وظيفة، مو الوظيفة اللي بتاخدها انت بتعطيك اياها الان سي، لا هذيك وديف. الوظيفة بمعنى هذا موظف مثلا، هذا مدرس، هذا مهندس، هذا موظف في البلدية، هذا موظف مثلا بالنفوس، موظف تمام. لانه شو عم يشتغل وظيفة، هاي الوظيفة عم يشتغلها منقول لها غريف، منقول لها غريف او وظيفة او وظيفة. اما هو نفسه منقول له مامور، منقول له مامور موظف. سؤال، سؤال، سؤال كلمة عربية، سؤال. صورو، صورو اثنيناتهم بمعنى السؤال. جواب، جواب معناها جواب. ينط، ينط كمان جواب. إذا اثنيناتهم هدول منقول عن بعضهم إيش أنلمنو، إيش أنلمنو تبع جواب ينط، والإيش أنلمنو تبع ينط جواب. صوم بهار الخريف، موسم الخريف. جوز، جوز مو جوز، جوز بالأ، بالأ جوز بالأ العين، أما جوز يعني فصل الخريف، فصل الخريف. صوم بهار فصل الخريف، جوز فصل الخريف.
حكاية حكاي، أيكو كمان حكاي، هطرة ذكرى ذكرى، ذكرت شغلي أنا صارت معي ذكرى، أنا كمان ذكرى، أسير 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 سو مثلا بالحرب مثلا بصير في أسرة أسير، تتصاك تتصاك كمان أسير، الاثنيناتهم بمعنى أسير. مروا على بعد أكل مدرسي مكتب مدرسي، اثنيناتهم بمعنى مدرسي منقول عنهم إيش أنلم له أكل مكتب. طالب طالب التلميذ، أرنجي أرنجي، إذا طالب أرنجي اثنيناتهم بمعنى التلميذ أو الطالب. كوفاتلي القوي، كوتشلو كمان القوي كمان القوي، كوفاتلي بقوة، كوتشلو بقوة. رطوبات رطوبات الرطوبة، نحن كلمة عربي كمان رطوبة منقول الرطوبة تبع الجو اللي بتصيب الجو يكون الجو رطب خصوصا عند البحر. نيم نيم كمان رطوبة، إذا رطوبات ونيم إيش أنلم له؟ بتحاول أسرع شوي مشان ما يطول فيديو مثل الفيديو الماضي. رزقار الريح الهواء الريح الريح الرياح، يل يل مو يل يل سني بدها تمر معنا هي يل يل وروزغار اثنيناتهم بمعنى الريح. مراسيم مراسيم كلمة عربي كمان منقول مراسم مراسم، يعني لما بصير في احتفال شو المراسم شو بدي يصير بالاحتفال، هي شو مخططين نحن انه نسوي بالاحتفال. اول شيء بدنا نقرا الاستقلال مارش، بعدين بدنا نطالع مثلا شعبة الكذا بدها ترقص رقصة معينة بدها تغني غنية معينة، هالتخطيط هذا بقول عنه مراسيم تمام، اللي هو بقابله بالتركي تورين تورين، اثنيناتهم بمعنى المراسم. معنى 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 الشغلة هاي، انلام انلام كمان معنى، اذا معنى وانلام اثنيناتهم بمعنى المعنى معنى كلمة معنى، اذا ايش انلام له؟ انتبه هون هاكيم وهاكيم، بدي اعمل لكم درس ان شاء الله تعالى كمان عن الكلمات المتشابهه بالنطق، بكون فرق بيناتهم حرف او حرفين. هاكيم القاضي، هاكيم القاضي الحاكم القاضي يلي بيحكم على المجرمين، على هذا ايش قد كم سنه سجن، شهر شهرين غرامي كذا هيك، يلي بيشيل المطرقة وبصير يترقب هذا بيعرفته مو هيك، إذا حاكم هو القاضي. يارغتش كمان القاضي، اثنيناتهم بمعنى القاضي. حكيم حكيم الحكيم حكيم كلمة عربية حكيم يعني الدكتور دكتور دكتور، إذا حكيم دكتور إيش أنلمه؟ حاكم يارغتش إيش أنلمه؟ إراك إراك هي إيش سيسلي، إن شاء الله تعالى الدرس الجاي رح أعمل لكم درس عن الإيش سيسلي كمان، اللي هو الكلمة اللي أكثر من معنى. إراك العراق بصير بس هون بمعنى البعيد شيء البعيد، وزاك إذا إراك وزاك إيش أنهم الاثنيناتهم بمعنى البعيد البعيد. نروح على بعدها رويا رو رو رؤيا رؤيا الحلم الرؤية الحلم. دش دش كمان الحلم. فائدة الفائدة الاستفادة يعني يرار كمان الفائدة إيش أنلم له. باي المشاركة الباي المشاركة. هيسة هيسة كمان المشاركة. يوز يل يوز مية يل سنة يوز يل مية سنة، نحن نقول عنين قرن نحن نقول عنين قرن. عصر عصر العصر يعني يعني يوز يل وعصر إيش أنلمله. ويارا تحذير تشوفوها كتير على أماكن فيها كهرباء فيها كذا إلى آخره، بيكون مكتوب ويارا تحذير إيكاز إيكاز كمان تحذير، إذا إيش أنلمله. وطن وطن يورت وطن، اثنيناتهم بمعنى الوطن. كايغ و تاسا كايغ بمعنى القلق، بمعنى واحد قلقان مو حسنا ينام مثلا. كايغ تاسا كمان بمعنى القلق، اذا
كايغل إيش أنلمني تبع تاسا وتاسا إيش أنلمني تبع كايغل. فيرت فيرت يعني الفرد، مو الفرد من قوس فيه إنما الفرد الشخص الواحد يعني فرد. براي براي كمان الشخص الواحد. غايريت غايريت وتشابا، تشابا بمعنى الجهد التعب الجهد، وغايريت كمان بمعنى الجهد، بمعنى الجهد أو المجهود. زط مرت معنا المرة الماضية الدرس الماضي ذاتا كلها كان عن الزط أنلمنا الكلمات التعاكسي، الزط العكس العكس. كارشط كارشط العكس كمان، إذن اثنيناتهم بمعنى العكس. شهير مديني، شهير المديني. كنت كمان المديني، كنت كمان المديني، إذن إيش أنلمنا. اسم 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 كلمة عربي أض أض كمان اسم، بنيم أضم بنيم اسميم نفس الشيء، إذن اسم وأض إيش أنلمنا. مشهور مشهور الأكل مشهورة هون، هالبلد مشهور بكذا مشهور. يلو يلو كمان مشهور، نيناتون إيش أنلمنا. شاعر شاعر اللي إذا ما مر معاكم الصف الأول بمر بالثاني بالثالث بالرابع بضل يمر، الشعر اللي بيكتب الشعر منقول له شاعر أو منقول له أوزان أو منقول له أوزان، إذن شاعر وأوزان إيش أنلمنا. وقت الوقت الزمان، زمان إيش أنلمنا، إذن وقت وزمان إيش أنلمنا. مسلك المهني، مسلك المهني وإيش المهني أو العمل. تمييز نقي نضيف، باك كمان نقي أو نضيف كمان إيش أنلمنا. تمييز إيش أنلمنا تبع باك، وباك إيش أنلمنا تبع تمييز. باك باك مو باك عفوا باك. إعلان إعلان إعلان. ديورو ديورو بتشوفوها بالسرافيس، بتشوفوها بالمباني الحكومية لما بتفوتوا بكون عاملين طالعين قرار أو أو إعلان، بيكون كاتبين ديورو، كاتبين تحت الديورو، كاتبين العنوان ديورو، كاتبين تحت شو 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 هو الإعلان. إذن ديورو إعلان وإيش أنلمنا تبع إعلان. سر 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 أي شيء سر بين واحد والتاني مثلا سر. جزام جزام كمان سر، إذن إيش أنلمنا سر جزام. تور نوع تور نوع، تشيت كمان نوع. إليم علم بليم كمان علم، نيناتهم بمعنى العلم. وهون عندنا بناء بناء البناء البناء طابقين ثلاثة أربعة خمسة بناء منقله. يابو يابو كمان بناء، إذن بناء بناء ويابو إيش أنلمنا. لسان اللغة ديل كمان اللغة، ديل كمان اللغة، وديل إلى معنى تاني اللي هو لسان نفسه. كوميك مضحك، جولنش مضحك، إذن اثنيناتهم بمعنى مضحك. كوميك وجولنش. إف بيت كونوت كمان بيت، اثنيناتهم إيش أنلمنا ما مخربت بين كونوت وبيعنا كونوك بدل إت هاي بيجي إك. مرت معنا رجعوا على الفيديو، مرت معنا بأول أو تاني أو ثالث رابع كلمة بالتحديد، رابع كلمة مرت معنا كون كونوك بالإك، قلنا إيش أنلمنا تبع مسافر الضيف، اثنيناتهم بمعنى الضيف. هلا هون معنا كونوك عنا كونوت بالإت، كونوت بالإت وإف بمعنى البيت أو المنزل. إيفل قديم أو قبل قبل، إنجا قبل. صلح صلح بارش الصلح أو السلام. قلب القلب قلب القلب العادي. يوريك كمان قلب، اثنيناتهم ايش أنلمنا. قانون القانون معروف، انا ما اشرح كلمات العربية لانه معروفة قانون. يصا كمان قانون. سنة السنة يل يل كمان سنة. يميك يميك طعام، اش كمان الطعام او الطبخ. زلزلة زلزلي اللي بتصير بالارض، الله يحمينا واياكم من الزلزلي. ديبريم الزلزلي كمان او الزلزال منقول له الزلزال ديبريم. ميلات وأولوس ميلات وأولوس، هذول ميلات وأولوس بمعنى
اللهم صل على سيدنا محمد بمعنى الأمي، بمعنى الأمي أو الشعب كمان الأمي، ملات وأنس أولوس عفوا. فقير اللي ما معه شيء، فقير يقصل ما عنده شيء، فقير إذا فقير ويقصل الفقير. زنجين، زنجين قلنا بننتبه إنه بنلفظه بالإن، زنجين الغني اللي عنده مصاري كتير، فارلك كمان الغني، حيات حياة يشام كمان حياة، شاهد شاهد الشاهد على هالقضية هاي، واحد شاهد على إنه صار كذا كذا كذا، مو هيك؟ دن شاهد شاهد شاهد. ليش أنظم له تبعه شو؟ طانق طانق كمان شاهد. اهتيار اهتيار الشخص الكبير بالعمر، ياشلو كمان الشخص الكبير بالعمر. إذن اهتيار وياشلو إيش أنظم له؟ نشا السعيد أو المبسوط، سيفينج كمان السعادة بمعنى السعادة اثنيناته إيش أنظم له؟ عدد وتاني بمعنى قطعة، قاش تاني يعني كم قطعة، قاش تاني كم واحدة، واحدة يعني خلينا نقول. إذن عدد وتاني إيش أنظم له؟ كفا وباش اثنيناته بمعنى الرأس من فوق الرقبة ولفوق. أوي وراي بمعنى التصويت، بمعنى التصويت، أوي وراي بمعنى التصويت. التصويت لما بتكون تختاره واحد يكون مسؤول عن النظافة بالصف أو واحد يكون مسؤول عن الطلاب مثلا، بتعمل له أوي، بتعمل أوي تصويت. درسليك درس درس درسليك الشغلة تبع الدرس يعني الصف، يلي محل ما بنعطى الدرس يعني الصف. صنف كمان معنى الصف. امتحان امتحان، نحن بالعربي بنقول امتحان. صناف صناف امتحان، صناف امتحان الفحص او الامتحان. الفابي وابيجي ابيجي اثنيناتهم بمعنى الابجديه الاحرف مثلا، يعني بالالفابي التركي ابيجي دي اي في، نحن رايحين مو هيك؟ اذا هذول الفابي بنقول لهم أو نقول لهم أبجي، نقول لهم أبجي اثنيناتهم بمعنى الأبجدية. بيطر البيطري الدكتور اللي بيعالج حيوانات، بيطر وفيتيرينير فيتيرينير فيتيرينير إيش أنظمنا لبيطر اثنيناتهم بمعنى الدكتور اللي بيعالج الحيوانات. ماجيري و سيروفين ماجيرا سيروفين اثنيناتهم بمعنى المغامرة، اثنيناتهم بمعنى المغامرة. شاهص كيشي اثنيناتهم بمعنى الشخص، شخص الإنسان شخص خلينا نقول. مكان 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 نحن نقول مكان. يير يير كمان بمعنى مكان. نهير نهر، إرماك كمان بمعنى النهر. دينيز بحر، ديريا كمان بحر، كمان بحر. إذن دينيز وديريا إيش أنظم له؟ يلا خلصنا. يمين يمين الحلفان يمين، والله العظيم كذا كذا كذا، حلفت يمين أنا. يمين أنت أنت كمان يمين. طبيعات دوغا طبيعات الطبيعة، الطبيعة واحد بيطلع على الطبيعة على الغابة على الأراضي إلى آخره. الطبيعات طبيعة طبيعات ودغة طبيعات ودغة إيش أنظم له؟ سما 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 اللي فوقنا جوجيزو كمان السماء اثنيناتهم بمعنى السماء. إذن سما وجوجيزو إيش أنظم له؟ أنكارا عفوا أنا كارا أنا كارا بمعنى القارة، بمعنى القارة بتاخذوها بصف الثالث أتوقع، آسيا أوروبا أفريق أفريقيا أمريكا، كل واحدة منهم قارة منقول قارة أو قطاع قطاع. إذن القارات سبع قارات موجودة في الدنيا. دنيا دنيا الكرة الأرضية، دنيا يير كرة الكرة الأرضية، كرة كرة يير أرض قلنا من شوي أو مكان. إذن الكرة الأرضية أو دنيا أو منقول دنيا. كيافات اللباس اللي بنلبسه، اي لباس كان نقول كيافات.
جيسي، جيسي كمان بمعنى اللباس. إذا قيافة وجيسي إيش هنلمه؟ في أحيانا بيجي كاتبكم يعني هدول الأربع آخر شيء، أحيانا بكون ثلاث كلمات إيش هنلمه؟ والدة، والدة، والدتي أنا مثلا والدة بقول والدة، بالعربي بقول والدتي. أني طبعا والدتي أمي يعني، أني الأم، أنا أم، هي أصلا أني أصلا أنا. إن شاء الله تعالى بشي فيديو تاني كمان بشرح لكم عن كذا كلمة، أني كارديش إلما، هذون كلهم نشرحهم في لهم حالات خاصة بنحكي عليهم إن شاء الله تعالى بعدين. إذا هلق نحن بهمنا والدي، نعرف إنه والدي وأني وأنا كلهم إيش الله من بين بعضهم. سرعات، السرعة، هز السرعة، وتشابوكلوك كمان السرعة، ثلاثتون إيش الله منه. بيوك، كوجمان، إيري، ثلاثتون بمعنى ثلاثتون إيش الله منه بمعنى الكبير، الشيء الكبير. إذا سرعات سرعة، هز سرعة، تشابوكلوك سرعة، بيوك كبير، كوجمان كمان كبير، إيري كمان كبير. كيتشوك صغير، وفاك صغير، مينيك صغير، ثلاثتون منقول إيش الله منه بين بعضهم. تمام، بهالطريقة هاي بكون خلصنا إيش الله منه. إن شاء الله تعالى يكون حسنت إني أفيدكم بشيء. الكلمات الموجودة هون قد ما بتحفظوا منها قد ما بترتاحوا، صدقوني قد ما بتحفظوا منها قد ما بترتاحوا، لأنه كتير بدها تمر معكم، بدي يضلوا يسألوكم عني، بدي يضلوا يسألوكم عني. احفظوا قد ما بتحسنوا، ارجعوا الفيديو مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وعشرة، كل ما بتفضلوا ارجعوا الفيديو حضروهن وش اسمه وما تنسوهن إن شاء الله تعالى. والكلمات هاي يعني 99% من الأسئلة اللي لكم قول من هدول الكلمات. إن شاء الله يكون حسنت نفيدكم. هوشا كالن، هوشا كالن، هوش شا كالن، ابقوا، ابقوا مستمتعين، ابقوا باستمتاع أو ابقوا مستمتعين. الله إيمانيت أول، بأمان الله، ربي يحميكم ويوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.